يعني ليا رح نحكي هلا عن موضوع بهم كل الناس، واخيرا يعني رح نكون نحن بظروف اقتصاديه ممكن تحسن من امورنا ونقدر نعمل فيها مشاريع، ننطلق فيها لمشاريع كبيره رغم الركود الاقتصادي الموجود بالاسواق. رح نحكي عن مشاريع يلي بنساعدها نحن لحتى تتخطى هي الظروف الاقتصاديه الصعبه ونتغلب على حاله الركود يلي سادت بالاسواق بالوقت الراهن من خلال التسهيلات التمويليه يلي اكيد ما عم نلاقيها بالمصارف التقليديه. رح نتعرف على هي المؤسسة وكيف ممكن تساعد بتمويل المشاريع الصغيرة، ما هي الآلية التي تعمل بها وكيف ممكن التقدم للاستفادة من هي القروض. كل هي المعلومات والأسئلة رح يجاوبنا عنها الأستاذ منير هارون الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير. صباح الخير أستاذ. صباح النور، يسعد صباحكم. يسعد صباحك مشاهدي الأخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك. بالبداية كلنا استغربنا، كنا عم نقول لك تحت الهواء في قروض، انه عندنا في قروض، خلينا نحكي شو هي القروض ومين بحق له يسحب قرض. بالبدايه خليني اعرف عن الوطنيه للتمويل الصغير. هي مؤسسه ماليه مصرفيه اجتماعيه تاسست بنهايه 2011 بموجب المرسوم رقم 15 لعام 2007 وباشرت اعمالها ببدايه 2012. نحن اليوم عم نعمل براس مال قيمته 10 مليار ليره سوري بست افرع بخمس محافظات. قروضنا تغطي كافه أنواع الجوانب العمل الاقتصادي والاجتماعي بنفس الوقت. اليوم نحن متوجهين لكل فئات المجتمع، نستهدف الجميع، أي حدا عنده نشاط اقتصادي أو عنده رغبة أنه يكون يأسس مشروعه الخاص فنحن منفتحين على منحه القرض. اليوم نحن قروضنا لخمس ملايين وإن شاء الله اعتبارا من 1/10 رح نبلش قروض بعشرين مليون. خلينا نعرف أكثر من هي الفئات يلي ممكن تحصل على هي القروض وشو اللي بيحدد قيمة القرض إن كان مليون أو إن كان خمسة مليون. اليوم الفئات اللي نحن أكثر توجها إلى هي الفئات الغير قادرة على الحصول على خدمات تمويلية من المصارف التقليدية إن كانت الخاصة أو العامة، وهي أحدى أهداف تأسيس الوطنية للتمويل الصغير. اللي بيحدد قيمة القرض هو نوع المشروع وحاجته للتمويل. نحن من نساعد اي شخص عم يتقدم لعنا بطلب تمويل انه نحن ندرس له ملفه ومنشوف قديش حاجته للتمويل. في كثير من الاوقات بيجينا طلبات بدها مبلغ 5 ملايين وفعليا القرض ما بده اكثر من مليونين والعكس صحيح. فنحن بناء على تقييم خطه العمل اللي مقدمها المقترض وبناء على الضمانات المقدمه بيتم تحديد قيمه القرض. أستاذ منير، يعني في كثير من الأشخاص بياخذوا القرض وبيبلشوا بالمشروع ولكن المشروع يمكن لظروف الحياة اللي عم نمرق فيها هو بيفشل أو هو بحاجة لمزيد من رأس المال لحتى ينجح، وخاصة عم نشوف ارتفاع سعر الأعلاف. إذا حدا بده يفتح شيء مجاني أو يفتح أي مشروع بالريف، خلينا نحكي كيف نحن هون بندعمه وكيف منخفف أعباء تسديد القرض إذا هو ما نو منتج بعد. اليوم اللي بيميز مؤسسات التمويل الصغير عن المصارف التقليدية هي مواكبتها لعمل مشاريع اللي عم تمولها أول بأول، بمعنى فريق العمل الموجود على الأرض ما بس بيساعد بمنح القرض في بداية المشروع وإنما بيتابع المقترض كل ثلاثة شهور، بيعملوا زيارات ميدانية على مشروعه وبيعملوا نوع من خلينا نقول إعادة تقييم لوضع المشروع، هل المشروع ماشي عم يشتغل مظبوط او عنده عثرات بحاجه ل مثلا دعم قانوني، دعم مالي، دعم تسويقي. في حال وجود مشروع متعثر نحن كمان بنحاول نشوف هل في حال ضخينا تمويل جديد بهذا المشروع رح يرجع يوقف على رجليه ويتابع او في مشاكل غير قابله للحل. بكلا الحالتين عم نحاول نكون مثل ما نقول كتفنا على كتف المقترض لحتى ينجح بمشروع، لانه هدف الوطنيه اليوم انه تدعم هي المشاريع لتاسيس فرص عمل جديده ورفع مستوى وتحسين مستوى معيشه الافراد. تمام، هلا نحن بنعرف يمكن انه اي مشروع لحتى ينتج بده وقت، يعني ممكن شهر شهرين او حتى ثلاثه، وفي مشاريع بتحتاج لسنه لحتى تبلش بالانتاج. بالنسبه لتسديد القروض لاي درجه بتراعوا هذا الموضوع؟ وقد قيمه تسديد القرض بتكون؟ قديش ملائمه لمستوى المشروع كمان؟ فعليا نحن اليوم باتباع ضوابط الموضوع عن المصرف السوري المركزي
نحن لا يجب أن لا يشكل القسط الشهري أكثر من 35% من دخل المقترض إن كان موظف أو تاجر. فلذلك دائما اليوم عبء القسط عم يكون مقبول بما يتناسب مع الدخل الشهري للمقترض. بنفس الوقت نحن في عنا قروض عم نعطي فترة سماح لمدة 90 يوم عن التسديد، بحيث أنه المقترض بياخد المبلغ بيبلش مشروعه وبعد 3 شهور يبلش سداد. فهذا الموضوع عم يعطي شوي أريحية عند الناس. طبعا في قروض رح تكون جديدة، رح تكون ظروفها وشروطها أكثر ملائمة للوضع، ولكن عم نشتغل عليها وإن شاء الله بأول السنة في أخبار جديدة إن شاء الله. طب أستاذ منير، يعني إذا أنا حابة أقدم على قرض، أنا لا ما عندي لا عقار، لا عندي حدا يكفلني، ما عندي ولا أي ما عندي أي ضمان بالحياة إنه أنا ممكن أنجح ممكن أفشل، شو هي الضمانات ممكن تحققوا أو تاخدوها بعين الاعتبار؟ وفي مراعاة لظروف عالم ما بتملك أي شيء، ونحن بنعرف أنه في كتير عالم راحت أملاكها بالحرب. صحيح. بالمبدأ نحن الضوابط اللي ماشيين عليها والسياسات الائتمانية الخاصة بالمؤسسة، شو هي الأوراق المطلوبة بالبداية؟ حسب طالب القرض هو مين؟ هل هو موظف أو هو تاجر؟ هو مش هو ولا شيء، هو بحاجة ليفتح مشروع جديد. تمام. يعني هو بده يكون يا أما موظف يا أما تاجر يا أما لا هيك ولا هيك. أوكي. في حال كان لا هيك ولا هيك نروح على الأصعب. اليوم نحن عم نفكر معناتها أنه بدنا نأسس مشروع جديد. تأسيس المشروع الجديد يقتضي بالضرورة أنه يكون في عنده خطة عمل بزنس بلان، ويكون في دراسة جدوى لهذا المشروع. بكثير من الأحيان في شباب وصبايا بيكون هذا الموضوع موجود كفكرة، ولكن هن غير قادرين يحولوه. إما أول شيء يحولوه على خطة عمل موجودة على ورق وأرقام، وبعدين يحطوه بقيد التنفيذ وينفذوا المشروع. نحن اليوم بالوطنية بنقدم هاي الخدمات مجانا، يعني أي شاب أو صبي عنده فكرة ومآمن فيها وبده ينفذها بيتقدم لعنا. نحن بنساعده بوضع دراسة جدوى اقتصادية ودراسة تسويقية للمنتج اللي رح ينتجه. وفي حال كان مستوفي بشكل عام الشروط ونحن شايفين انه في امل بهذا المشروع انه يشتغل ويطلع، حتى لو ما في ضمانات عنا يعني فينا نقول الرغبة إن نحن نساعد هذا الشخص بفكرته ونفذها حتى لو ما قدمنا ضمانات. حلو هذا الحكي كتير، لأنه اليوم فعلا في كتير شباب عندهم أفكار وعندهم قدرة على العمل بشكل متواصل وجاد، بعيدا يمكن عن أي شيء ممكن أو العقبات يلي ممكن هن يتعرضوا لها. اليوم بالنسبة للأماكن يلي ممكن الشخص يقدر يحصل على هي القروض، المحافظات والأرياف يلي توجهتوا لها. الوطنية اليوم تعمل في 5 محافظات: دمشق، طرطوس، اللاذقية، سويدا وحلب. وفي عنا مكتب بمدينة جبلة، إن شاء الله قبل نهاية السنة رح نكون موجودين بحمص وحما، وفي خطة توسع أكبر ب 2021. نحن اليوم شغلنا بيغطي الأرياف أكثر من المدن نتيجة حاجة للتمويل بالريف أكثر من المدينة. بنفس الوقت اليوم في حال المقترض أو أي شخص عنده رغبة بالحصول على تمويل ممكن ينزل تطبيق الوطنية للتمويل الصغير عن طريق جوجل، وبيقدر يقدم على القرض عن طريق التطبيق. يعني ما في داعي ينزل من بيته أو من عمله ويجي لعنا ويتظر عنده، تمام، بيقدر عن طريق التطبيق يقدم، ونحن خلال 24 ساعة بنعطيه موافقة مبدئية بيستكمل بعد الأوراق وبنمنحه القرض بأسرع وقت. طيب قبل ما نختم سؤال أخير، في لجنة عم تكون مشرفة على إذا هذا المشروع هو بلائم هي المنطقة ولا لا؟ يعني في دراسات عم تكون بالتعاون مع صاحب القرض يلي بده ياخده إنه هي المنطقتك هي ممكن تخليك أو تأهلك إنه تربح أو لا؟ أكيد. يعني اليوم المقترض يعني أكيد المقترض اليوم لما بيقدم لعنا في حال كان مشروع تأسيسي أو في قائم، هلا بعتقد هذا الموضوع بينطبق أكثر على التأسيسي، لأنه إذا قائم فهو يا إما ناجح أو فاشل. بس في حال كان تأسيسي بيتم رفعه للجنة موجودة بالإدارة العامة بتدرس من حيث الوضع الجغرافي والوضع الزراعي، في حال كان زراعي أو إنتاجي،
إذا كان ملائم فنحن بنوافق عليه، في حال كان غير ملائم بنعطي نصائحنا لصاحب المشروع بحيث إنه ما يروح ينفذه ويفشل فيه، لأنه نحن بنشوفه بوجهة نظر اقتصادية بحتة. ما بدنا نفشل، أكيد أكيد. إن شاء الله كل المشاريع بتكون ناجحة ومنتجة وبنطلع شوي من هذا الركود يلي البلد كله عايشه، وللأسف كتير من الشباب مثل ما قلنا عندهم مشاريع كتير حلوة وأفكار كتير ناجحة بحاجة دعم المادي. شكرا لإلك لكل المعلومات. شكرا جزيلا. شكرا، موفقين وناطرينكم بحلقات جاية مع مستفيدين على أرض الواقع، نضوي عليهم ويكونوا مثال للكل، موفقين بخطواتكم. شكرا أستاذ منير.